مع حلول موسم جني الطمور ببسكرة يتفاءل المنتجون بموسم متميز من خلال الوفرة والنوعية التي يؤكدها أهل الاختصاص عبر ربوع عاصمة الزيبان. كمية والنوعية ما شاء الله ربي يبارك، وعد الناس الكل هنا يا في ولاية بسكرة، ولحد الآن ما لقيناش وين نسوقوا. الفرقوات راه معمرينك تشوف بعينك، وين تروح تلقى يا السلعه تاع الاول مازال في الفرقوات. بدينا جني التمور المبكر والغله موجوده ان شاء الله والنوعيه موجوده مع تغير الجو، وساعدنا بان تكون الجوده جيده، وماذا بينا تكون الاسعار في متناول المواطن وفي مصلحه الفلاح. في السياق وبالنظر لخصوصية الموسم، يقترح الفلاحون على وجه التحديد وضع خريطة تستهدف تسويق منتوج السنة الحالية، على اعتبار أن جزءا هاما من محصول الموسم الماضي لا يزال بغرف التبريد، وهذا تفاديا لتكديس غلة الموسم المنقضي. الغلة راهي كاينة، كمية كاينة إن شاء الله، ومازال عندنا ثمن إن شاء الله، راه لاصق في نخلوها وفي الأرض كاين وكلش. بربي إن شاء الله حنايا شاتين نعاونوا دولتنا ونعاونوا اقتصادها بالفلاحة. بربي إن شاء الله الدولة تشوف لنا كيفاش تصدروا. من جانبها تؤكد مصالح التجارة أنها تعكف جاهدة على مرافقة المصدرين لتسهيل بيع منتوجهم في الأسواق العالمية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. تتمثل هذه المرافقة أولاً في تأطير ومراقبة جميع موظبي ومحولي التمور عن طريق وضع أنظمة الـ HACCP ومتابعتها، وكذلك تطبيق القوانين السارية المفعول في هذا المجال. أما بخصوص المصدرين فالمرافقة تكمن عند طلب هؤلاء لشهادات المطابقة، و يتجلى هذا في إجراء جميع التحاليل المخبارية اللازمة من أجل الحصول على شهادة المطابقة. لا يختلف اثنان على أن التمور الجزائرية هي من أجود التمور في العالم، وتعتبر موردا اقتصاديا هاما ومصدرا إضافي للعملة الصعبة وتنويع الصادرات. لأجل هذا تسعى الدولة الجزائرية من خلال مصالحها المختصة إلى المرافقة الميدانية للفلاحين والمصدرين وتوفير التسهيلات الجمركية لتمكينهم من الولوج إلى الأسواق الدولية. Thank you.